أن ينصتوا لي، أنا فقير ولكن عندي رسالة من معلمي. هسه هذه الرسالة مو حجة، بس العاقل يأخذ ما هو معقول، والعاقل يضع الشيء في موضعه. أنتم عقال يا ناس، أنتم وضعتم رجب في محرم، وضعت شعبان العفو في محرم، ووضعت محرم في شعبان. إذن العاقل الذي يضع الشيء في موضعه، وأنتم لم تضعون الشيء في موضعه. من هو العد عاقل يا ناس؟ أنا المخبل عندي عقل. يلا أنا وياكم أمشي، بس أنا أسأل الناس، هل سمعتم يوما تموز في شهر الواحد، أو تموز تحول أصبح مكان شباط، آذار، نيسان، آب، أيلول، حزيران؟ لم يأتي. لماذا لم يتغير؟ وتغير أجماد الأولى والآخرة. ليش جيت لكم الأجماد؟ لأن هاي كلمة معروفة تدل على الثلج. إذا جيتكم بشوال أو بذي القعدة أو ذي الحجة تقولوا لي هاي مشكلة، إذن الناس لا تحجوا في حجتها، ولا شنو؟ ولا تعتمر في عمرتها، ولا تعيد في عيدها، ولا تصوم رمضانها، ولا تلطم في عاشورها. هاي تحتاج بصيرة يقول معلمي. الأشهر عندي، ولكن إذا سمعتوا لي أقولهن راح تعدلونهن لو تصير مصيبة عليكم. الجاهل بالأمر عقوبته مو مثل العارف بالأمر. أنتم الآن جاهلة، بس الجاهل يبقى جاهل لو يخرج من جهله وقيد عبودية النفس القدرة اللوامة ويخرج إلى النور. لما تخرجون إلى النور؟ اللهم آني أدلوت برسالتي، عليكم أن تعيدون أجماد إلى أجماد الأولى والآخرة، حتى تعرفون متى رجب وشعبان ورمضان، وبعدها ذو القعدة، وبعده ذو الحجة، وبعده محرم، وبعد محرم صفر. ولكن متى؟ أنتم تعلمون إن أمية وضعت لنا دستورا عجيبا من الأشهر، وضعت شعبان محرم مكان شعبان. صدقوني والله وحقكم، مشكلة يعني يدمي القلب وحقكم تدمي. قال لي معلمي ائتي لهم من قضية ذل المان، هذه قضية، حتى قضية الصفر ما هي تعني صفر، يقال إن صفر هي البيوت تصفر في المدينة لأن الناس تخرج إلى الغزو فلم يبقى منها أحد للقتال، وإنها مكروهة، ولذلك وضعوا هذه القضية كبيرة جدا. إجماد يعني ثلج ومرعب، يعني ثابت، هذا شهر ثابت. إجماد يعني منجمد، إجماد الأولى وإجماد الآخرة مثل شباط وآذار، صدقوني مثل العفو، مثل شهر الواحد وشهر الثاني. ذني اثنينهن بشهر الواحد وشهر الثاني. إجماد الأولى هو شهر الواحد، وإجماد الآخرة هو شباط. آخر منجمد هو شباط، ولكن هذه الأسماء بهذه الأسماء سميت بأسماء العربية. إذا لم تتغير، إذا تغير شباط صار بشهر الرابع، يتغير إجماد الأولى وإجماد الآخرة. خوش، نرجع إلى محور.